راح بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية اللي بتحمل كل مرة ملف مختلف، وحنتكلم النهاردة عن أكتر المشكلات يمكن الشائعة والمنتشر عند كتير جدا من الناس تحديدا في الفترة الأخيرة، ويمكن هي شكوى عدم انتظام النوم والأرق اللي هو بيبقى مستمر. ناس كتيرة جدا بتصل الموضوع بيها كمان للإنسومنيا، اللي هو ما بتنامش خالص تقريبا، بيعمل قلق، بيعمل توتر، بيعمل كمان عدم راحة بشكل كبير عند الناس ده. طب هل الموضوع ده ليه تأثير آخر، يعني غير التأثير اللي قد يصيب بنتائج وحشة جدا سواء فينا الإرهاق أو غيره؟ لا، ده ممكن كمان يبقى عنده نتائج أصعب بكتير، أو ارتباط كبير أو وثيق زي ما بتقال كمان على صحة العظام والمفاصل، وهو بقى ده الموضوع الجديد. يمكن البعض من حضراتكم ممكن لأول مرة هيسمع هذا الموضوع، بس في ارتباط كبير جدا. ومتكلم كمان أن مرض التهاب المفاصل هو أكتر بيكون عرضة في الشخص للشعور بالألم المبرح جدا لو ما حصلوش على قسط كافي من النوم. فربط أعتقد وثيق، وفي نفس الوقت إحنا محتاجين نعرف التفاصيل، ومحتاجين كمان ان احنا ما نوصلش لهذا الموضوع او زي ما بتقال كده هذا الليفل. يعني خلينا نرحب بدكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركه باكس فارما. برحب بحضرتك طبعا في البدايه، بونجور. وزي ما كنت بقول كده، مش كل الناس عارفه ان قله النوم او الانسومنيا او الارق بيأثر على الاكتيفيشن او يعني العظام والمفاصل والمشاكل اللي قد تنتج بقى. خلينا نبدا من النقطه دي يا دكتور. طبعا النوم هو حاجة هامة جدا لينا كلنا عشان خاطر تقليل التوتر زي ما حضرتك قلتي، القلق، الحاجات اللي احنا بنقول عليها كلها. لما بتنامش كويس ما هيبقاش فيه تركيز، ما هتقدرش تشتغل بشكل كويس. بس موضوع العظام بقى، الأطفال مثلا النمو بتاعهم بيزيد أثناء النوم. النسيج بتاع العظام هو نسيج حي، يعني كل يوم بيتجدد، خلايا العظام أو نسيج العظام بيتجدد يوميا، بيتجدد أثناء النوم. يعني هو مش حاجة خلاص وقف النمو على كده، لا لا، النسيج نفسه بتاع العظمية بيتجدد كل يوم. فالتجدد ده بيحصل إمتى؟ في فترات النوم. فالمفروض تاخد القسط بتاعك من النوم من 7 ساعات فما فوق، أقل من كده ده بيؤثر على قوة ومتانة العظام. يعني العظام عشان تتبنى من المعادن المختلفة، سواء الكالسيوم، مغنيسيوم، فيتامين د، فيتامين كي 2، الحاجات دي كلها بيحصل النسيج بتاع العظام النمو بتاعه في فترات النوم. ما أخدناش القسط الكافي، ده هيؤثر على هشاشة العظام. وفي بحث اتعمل على السيدات بعد انقطاع الطمس في سن اليأس، لقوا ان السيدات بلاش سن اليأس ده، هو يأس في حد ذاته الكلمة يعني بعد انقطاع الطمس ايا كان، يعني بعد انقطاع الطمس لقوا ان ده 50 سنة بيبقى تقريبا، بتختلف من سيدة لسيدة. فبعد انقطاع الطمس وجدوا ان السيدات اللي ما بتاخدش قسط كافي من النوم، اللي هم 5 ساعات نوم بس في اليوم، لقوا انهم بيصابوا بهشاشه عظام واضحه جدا اكتر من الرجاله لما بتنامش برضو في العدد ساعات قليل. بالظبط. لقوا ان السيدات بالذات بيحصل عندهم المشكله دي. فعشان كده احنا دايما بنقول للسيدات، هو مش في السن بتاع انقطاع الطمس بس، هو الستات بعد الحمل والرضاعه والكلام ده كله، مهم جدا تعتمد على نوع كالسيوم كويس، مهم جدا تعتمد على نوع فيتامين د كويس، مهم جدا تهتم بالمغذيات اللي هي ممكن تعوض حاجه زي كده، بالاضافه للنوم في بعدد ساعات معقول اللي هو 7 ساعات. اوكي. الارق اسبابه كتير جدا. صحيح، حاجات نفسيه وحاجات عضويه. نفسيه وعضويه، وفي ادويه بتسبب الارق، في الاسراف في الكافيين والمشروبات اللي ممكن. انا عايز اسالك سؤال خاص بالكافيين ده، لان نفسي اساله لحد يرد عليا من دكاتره المخ يعني والاعصاب. انا من بعض الناس، او انا زي الناس اللي هي لما بتشرب كافي كتير بتنام عادي. تمام. يعني شربني قهوه، شربني نسكافيه، انام. انا مفيش حاجه بتوقفني عن النوم، والله بجد الموضوع ده غريب جدا. هو على فكره في بحث برضه اتعمل ان مفيش علاقه وثيقه بين حته النوم والكافيين، او ولا تاثيرها على جسم بني ادم وجسم هي بني ادم. هي بصي، هي القهوه كقهوه المفروض هي من اكبر المناجم مضادات الاكسده اللي في الدنيا كلها. يعني حاجه مفيده. هم وجدوا ان شرب القهوه بيخلي وشك اصغر من سنك. يا سلام. وجدوا ان القهوه بتحمي من امراض قلب، بتحمي من امراض الكبد، بتحمي. لا، القهوه حاجه كويسه، بس برضو الناس لو انت شايف ان القهوه بتعمل لك ارق،
لا ابعد بعيد عن كويس، ده تأثيرها على بعض الناس. طب احنا دلوقتي مشكلة اهي، نبتدي بقى، حضرتك قلت عن الكالسيوم وفيتامين دي ومالتي فيتامين، وده كوقاية، وبعد كده كمان في حاجة لو احنا هنتكلم بقى أصبنا ب يعني مشكلة في العظام أو المفاصل، نعمل ايه بقى يا دكتور؟ طيب دلوقتي احنا لو عندنا اي مشكلة في الركبة مثلا، سامعين طقطقة في الركبة او فرقعة في الركبة، بنطلع السلم بنحس بوجع، ما بتعرفيش تصلي، بتحس بتعب في الركبة اثناء الصلاة، او اي مجهود بتعمليه على ركبتك بتحس بوجع فيها، ما تستنيش لغاية ما الدنيا تتدهور ويحصل خشونة فعلية في المفاصل. لا احنا من الاول، اول ما نبدا في شويه قلق في الركبه، المفروض ناخد المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على الحاجات الهامه اللي بتبني الكولاجين، اللي هو بيساعد على مرونه الركبه والحفاظ وتقويه الركبه. المغذيات اللي هي زي الكوندروتين والجلوكوزامين اللي بيبنوا الكولاجين، مع كمان الهيالورونيك اسيد اللي مهم جدا في تقويه او تكوين شبكه الكولاجين اصلا. يعني الهيالورونيك دايما الستات مربطاه بالبشره وجمال البشره والكلام ده، لا هو مهم كمان للمفاصل عشان هو اللي بيبني شبكه الكولاجين. بالاضافه بقى لو لقينا تركيبه كمان فيها الجينجر والبرومالين، الجينجر ده حاجة بديلة للمسكنات، حاجة طبيعية بتسكن الألم، الجينجر ده اللي هو خلاصة الجنزبيل مع البرومالين اللي هو مستخلص الأناناس اللي بيقلل التورم. الخمس حاجات دول موجودين في منتج مصري مميز جدا، سعره هادي جدا، بكفاءته عالية جدا، نفس المستورد بس بالسعر اللي هو على قد الإيد. حلو. حاجة اسمها جوينت بيكس، الجوينت بيكس بالقوة الخماسية، عبارة عن جلوكوزامين وكندروتين وهيالورونيك عشان يقوم المفاصل، يقوم يبنوا الكولاجين اللي بيساعد على مرونة الركبة، بالإضافة لوجود المسكنات ومضادات الالتهاب الطبيعية اللي هو البرومالين والجينجر. الجوينت بيكس لو انت او انت عندك بداية او شويه قلق في الركبه، بتعمل حتى رياضه وعمل لك بدأ عندك الركبه بتشتكي منها حاجه بسيطه حتى في الاول وعايز حاجه وقائيه، هو الجوينت بيكس كحاجه وقائيه لمشاكل الركبه، وفي نفس الوقت بتساعد في علاج خشونه الركبه لو اوريدي عندك خشونه ركبه، طبعا بالاضافه للادويه اللي الطبيب بيكتبها لك. فالجوينت بيكس اعتقد ان هو حاجه مثاليه للحفاظ على سلامة الركبة بشكل كبير جدا، لبناء الغضاريف اللي هي المتآكلة في الركبة، وفي نفس الوقت حاجة هتخليك تعرف تتحرك تطلع السلم. بس ده أنا بلجأ ليه لما بحس ببعض المشاكل، ولا ده قبل ما أحس؟ يعني بني آدم عادي ما عندوش أي مشكلة لا في مفاصل ولا في ركبة أو في عظام أو غيره؟ لا لا، هو لو بدأنا نحس، إنما أوكي. أو لو أنت مثلا بتعمل رياضة بتؤثر تأثير مباشر على ركبتك وخايف على ركبتك، أوكي. ساعتها ناخد. لو حد وزنه تقيل قوي وبدأ يشتكي من ركبة تمام، إنما في حاجات بقى مكملات غذائية حتى لو مش بتشتكي من ركبة مهم جدا تهتم بيها، اللي هي الكالسيوم وفيتامين د. يعني فيتامين د، بما إن احنا بنتكلم على النوم، جودة النوم بتتأثر بشكل مباشر بنقص فيتامين د. أوكي. فيتامين د بيحسن جودة النوم، بيساعدك انك تنامي كويس، لانه بيعمل زي توازن هرموني بيقلل هرمون التوتر الكورتيزول. فبالتالي فيتامين د هام جدا جدا في موضوع الناس اللي عندهم ارق، هو مش منوم بس هو مهم ان هو بيعمل توازن هرموني عشان تنام كويس. وفي نفس الوقت فيتامين د مهم كمان في زيادة المناعة ولتقوية العظام عشان الوقاية من هشاشة العظام. عشان كده برضو الفيديبكس نوع فيتامين د مميز جدا بتركيز 2000 وحدة دولية، اللي هو التركيز اللي ممكن ناخده حتى بدون تحاليل. ال 2000 وحدة دولية حباية أو واحدة يوميا بعد العشاء هتساعدنا في النوم نوم كويس، وهتقوي عظامنا، وفي نفس الوقت هتزود مناعتنا في الوقت اللي احنا داخلين فيه على البرد. وفي نفس الوقت فيتامين د حتى مهم للشعر، مهم بالزبط. للبشره، مهم بالزبط. لحاجات كتير. طيب في حد ممكن يجي يقول لك برضو المكونات كلها طبيعيه، ما فيش اي حاجه هتاثر على المخ، ما فيش اي حاجه بالزبط. هتاثر على القلب، الناس حضرتك بتبقى عارف برضو بتخاف شويه. احنا بنتكلم كلامنا كله عن مكملات غذائيه مش حاجات ناتشرال فارماسيوتيكال 100%. خالص. وبرضو نوع الكالسيوم اللي بننصح بيه اللي هو سي ديزيت بيكس،
سيدي زيت بيكس برضو نوع من افضل انواع الكالسيوم اللي موجوده في السوق المصري، لانه كالسيوم ستريت. الكالسيوم ستريت ده اكتر نوع بيريح المعده، ما بيعملش امساك، ما بيعملش تقلصات. انواع الكالسيوم الاخرى ممكن تعمل شويه مغص، تعمل تقلصات، تعمل امساك، لا الكالسيوم ستريت اللي هو موجود في السي ديزيت باكس برضو من الحاجات المميزه. لو احنا عايزين نوع كالسيوم كويس، احنا قلنا الستات بعد انقطاع الطمس محتاجه فعلا كالسيوم، اثناء الحمل محتاجه كالسيوم، بعد الحمل والرضاعه محتاجه كالسيوم، لو حللنا ولقينا في مشكله في الكالسيوم لازم ناخد نوع كالسيوم كويس. فالسي ديزيت باكس من الانواع اللي فيها محتوى كالسيوم او تركيز كالسيوم كويس، وفي نفس الوقت الماده الكالسيوم اللي جواه ما بتسببش امساك. فلو اخذنا حبايه سيديز بيكس الصبح وحبايه الفيدي بيكس اللي هو فيتامين د بالليل، هيبقى حاجه تحمينا حتى من هشاشه العظام. بالنسبه بقى للسيدات او الرجال اللي بقى بيشتكوا من تساقط شعر، مناعتهم ضعيفه، ما بياكلوش خضار احنا فعلا وفاكهه، بنركز اكتر على تساقط الشعر مع السيدات، مع ان في رجال بيعانوا من المشكله دي سيبك للرجاله. ومبنركزش معاهم ولا بنقول لهم نصايح. فيعني الستات شعرها بالنسبه لها هي بس التاج برضو يعني بتاعها، الرجاله برضو يعني يعني بيهتموا بنفسهم، يعني ده بقى مفيد كمان للرجال. طبعا طبعا اي حاجه من اي مالتي فيتامينز، اي نوع معادن هو للرجال كويس، والسيدات. دي نقطة برضو كويسة، لو حد رجل حابب ان هو يحافظ على شعره في دي مش البي حاجة مالتي تقلل فيت ابدا بالظبط، منه يعني. في نوع مصري اسمه البي مالتي فيت، ده كنوع فيتامين شامل. احنا بعد كورونا كلنا بنهتم بموضوع انك ناخد مالتي فيتامينز يعوضنا عن الفيتامينات اللي بتنقص في الاكل بتاعنا. فهو مكمل غذائي حبايه واحده يوميا هتظبط مناعتنا، وفي ده بقى الموضوع البشره، موضوع الشعر، للتركيز حتى للباور للطاقه. الرجاله بيبقى يهمهم اصلا المالتي فيتامينز اللي بتدي باور، يعني واحد شغال من الصبح بيشغل له 10 ساعات 12 ساعه في اليوم، فطبيعي بيهتم ان هو عايز حاجه تدي له طاقه، تدي له باور، تخليه يقدر يكمل يومه في الشغل. فالقلب مالتي فيت هيبقى كويس جدا. الستات برضو، ستات البيوت في موضوع شغل البيت برضو والارهاق والتعب ومش عارف، برضو محتاجه مالتي او لو فيتامينز هي شامل بتشتغل عدد ساعات برضو كبيره بالظبط، يعني. عدد ساعات كبير نفس الكلام، بتحتاج قلب مالتي فيت كفيتامين شامل، مع الاهتمام بالفيدي بيكس نوع فيتامين د اللي قلنا عليه، والسي دي زد بيكس كنوع كالسيوم كويس. طب الكورس بيتاخد ازاي برضو يا دكتور لحد بيتابعنا؟ الكالسيوم بيتاخد حبايه بعد الفطار يوميا اللي هو السي دي زد. احنا بنقول دايما الكالسيوم عشان خاطر ان الفطار طبيعي بيبقى فيه البان، فبيبقى متجانس مع الكالسيوم، فبناخد حبايه بعد الفطار كالسيوم. الفيدي بيكس زي ما قلنا عشان يحسن حتى جوده النوم، ناخد فيتامين د بعد العشاء. بس دايما الناس تاخد بالها من حاجه، فيتامين د من الفيتامينات الدايبه في الدهن، فدايما عشان نستفيد من فيتامين د ناخده بعد حاجه دسمه، مش اكله دسمه، يعني مش شرط، يعني لو بعد كوبايه زبادي مثلا، بعد كوبايه لبن، بعد اي حاجه فيها دهن، اوكي، فده هيزود امتصاصه بشكل كبير جدا. وكمان لو اخذناه بالليل قبل النوم ده هيفرق معانا جدا في جوده النوم. بالنسبه للجوينت بيكس بقى، لو احنا عايزين حاجه وقائيه للخشونه او للمساعده في علاج الخشونه، بناخد حبيتين جوينت بيكس بعد الغداء. بالنسبه للمالتي فيتامينز اللي هو ال بي مالتي فيت، ممكن ناخده بعد الفطار او بعد الغداء، مفيش مانع. رائع جدا. هو تقريبا فاضل دقائق قليله يعني 3 أو 4 دقائق، عايز استغلهم برضو بحضرتك ان احنا نوصل رساله لكل اللي بيتابعنا ان الموضوع امن جدا، الموضوع متوافر بشكل كبير، يعني ممكن من خلال الارقام ان هم كمان يحصل ديليفري على البيت، مش لازم يروحوا الصيدليات، بس هو متوافر في كل الصيدليات تمام برضو، تمام كل الصيدليات الموجوده. تمام هل برضو في المحافظات واصل؟ تمام والارقام اللي موجوده على الشاشه بيوصلوا طبيعي للمحافظات، مفيش اي مشكله، وفي فريق عمل بيرد على الناس بيساعدهم اوكي، على او بي بي بيفيدهم بيتواصل يعني معاهم. بيفيدهم. طيب هل انا لو اتكلمت عن العقار المخصص لخشونه الركبه والمفاصل، هل لازم قبلها يستشير طبيب مثلا ولا احنا مش الموضوع ازاي؟ بنتكلم عن دواء، احنا بنتكلم عن مكمل هو في غذائي، الاول وفي الاخر مكمل غذائي، مكمل فمش غذائي فيهوش ضرر. بيكمل الناقص، اوكي، يعني الكولاجين عندي ضعيف فمسبب لي خشونه في المفصل، فعايزين حاجه تبني الكولاجين ده، فاحنا بنتكلم عن مكمل غذائي، ما بنتكلمش عن ادويه، بنتكلم عن مكمل
الغذائي حاجة آمنة جدا. بس طبعا لو حد طبعا عنده أمراض مزمنة لازم أكيد هيستشير الطبيب بتاعه. برضو لو حد عنده قرحة في المعدة مثلا أو التهاب شديد في المعدة لازم هياخد حاجة المعدة معاه أو لازم يستشير الطبيب بتاعه. إنما الشخص النورمال مفيش أي مشكلة طبعا. طيب يعني دكتور باهر للاسف الوقت خلاص تقريبا خلص، انا مبسوطه استفدنا حقيقي من حضرتك، وانا هختم معاك بنقطه بس نوضحها، ان ده ملوش سن معين، يعني احنا بنتكلم لو حد بيعاني من خشونه او مشاكل في المفاصل او في العظم، يعني حتى لو سنه صغير بس لازم يكون فوق ال 13 سنه ممكن ان هو يلجا للمكمل الغذائي ده. لكل البالغين، لاي سن شباب او كبار مفيش مشكله. رائع جدا دكتور باهر، نورتنا، اكيد هنشوفك تاني في حلقه مختلفه من 10 الصبح. الأهلي بشكر حضراتكم على متابعتنا، أكيد أنا وكريم النهاردة نشوفكم في حلقة مختلفة وجديدة مع 10 الصبح في الأهلي، مع السلامة.